كانت هذه الجبال والديار المحيطة بهذه الجبال ساحة لأشد المعارك في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب، إذ أن الميليشيات الحوثية زجت بمجاميع وأنساك وأعداد متعاقبة طوال ساعات الليل، إلا أن الجاهزية والاستعداد الجيد للقتال لأبطال الجيش الوطني تمكن بأقل جهد قتالي تمكنوا من خلالها أبطال الجيش الوطني وبأقل جهد قتالي من تدمير الأنساك والمجاميع الحوثية خسائر كبيرة طوال ساعات الليل حتى ساعات النهار. حتى ظهيرة اليوم تكبدت الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة، عادت المعركة، إلا أن أبطال الجيش الوطني كانوا أشد ضراوة أشد صلابة وقوة، تمكنوا خلالها من تدمير الكثير من الأفواج والمجاميع الحوثية منذ أكثر من شهر، والمجاميع والمعارك الطاحنة تدور في هذه المساحات وفي هذه الأماكن، وهي الجبال السود ومحيط الجبال السود التي تتمركز فيها الميليشيات الحوثية. واتجهت المعركة نحو الحرب الساكنة، إذ أنه تدور المعارك يوما بعد يوم، ليلة بعد ليلة، في نفس الأماكن وفي نفس مسرح العمليات. لا شيء يتجدد سوى المزيد من الخسائر الحوثية، سوى المزيد من المحاولات البائسة للميليشيات الحوثية هنا في الجبهة الجنوبية، والتي عادة ما تصطدم بجدار فولاذي صلب بفوهات البنادق بالعيارات بالمدفعية وبالاستعداد الجيد لأبطال الجيش الوطني الذي أخمد الهجوم الحوثي. قذيفة حوثية تستهدف هذا الموقع في هذه اللحظات، إذ أن الميليشيات الحوثية تراجعت فيما تستهدف هذه الأماكن بالقذائف المدفعية التي نسمع دويها ونسمع انفجاراتها على مسافات قريبة، على مسافة قريبة منا نتجنب إظهار هذه القذيفة. ما زال أبطال الجيش الوطني مرابطون هنا يلكنون الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة. من الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب، عبد الإله البوري، سهيل.